بما اننا بقى في موسم برج الجوزاء والمعروف عن صفاته انه كل حاجه وعكسها، دايما برج بنحس ساعات انه من كتر ما الناس بتخاف منه انه مظلوم وفعلا فيه صفات حلوه كتير يمكن ما نعرفهاش عنه. مش بس برج الجوزاء اللي احنا هنعرف عنه حاجات كتير النهارده، هنعرف كمان ابراج كتير ان شاء الله على مدار فقرتنا، ايه المتوقع، الدنيا هتبقى عامله ازاي، حياتهم هتبقى ازاي، كل ده هنعرفه مع وفاء حامد سفيره القلوب والباحثه في علم الطاقات والمشهد الفلكي. صباح الخير. صباح النور، ازيك يا فاتن؟ الحمد لله تمام، انت كويسه؟ انا زي الفل الحمد لله. اخبار برج الجوزاء ايه؟ علشان احنا ده مهم، المجانين بتوعنا دول اخبارهم ايه؟ بصي، هما فعلا ملقبين بمجانين لان هم عندهم المودي الموديه اون واوف في الدقيقه 150 مره 170 مره. اه والله. بس عايزه ابشرهم واقول لهم ست شهور كلهم اللي جايين توب 1. الله. ماديا، عاطفيا، مهنيا، لان في كوكب، الكوكب ده كوكب جوبيتر، كوكب المشتري، دخل عندهم من يوم 25/5، ده كوكب الحظوظ الاكبر والاسعد في كل التواصلات، في كل العلاقات، في كل المهن. اوكي. فحضرتك بتتكلمي في برج هو هيكون توب 1 وجوازاته كتير. يعني الجوزاء واصل لمرحله ان هو حتى حته ان دايما بيختلف في الجواز، وبرج الجوزاء ما بيتجوزش بسهوله، فلا، في الست شهور الجايين ماديا ومهنيا وعلى كل الاصعده هو توب 1. فمش عايزه حد يقلق من برج الجوزاء. طب ايه اخبار برج الجوزاء مع العذراء؟ بصي، الجوزاء والعذراء، العذراء برج ترابي، الجوزاء برج هوائي، فالعذراء اللي هيركب شويه. يعني ايه؟ يعني العذراء هو اللي لازم يكون، هيكون هادي، هيكون ستيبل جدا، هيتحمل جدا. يعني هيتحمل كتير. سمعنا اللي لا لا سامع عشان تبقى فاهم اهو، يعني ايه الراجل يبقى اكثر عقلا. ايوه ده لازم. ده لازم العذراء بالذات هيعرف يحتوي الجوزاء اكتر من الجوزاء ما هيحتوي العذراء. طب بخلاف برج بقى الجوزاء اللي بيحمل اخبار سعيده، ايه الابراج الثانيه اللي في السنه ممكن يكون فيها اخبار برضه حلوه؟ بص، الجوزاء برج هوائي زيه زي الميزان والدلو. اخيرا. لا، الميزان اتكحرت. الميزان اتكحرت. انت عارفه حضرتك من شهر، بصي، من شهر 3 احنا بقالنا سنين بصي، الميزان شاف ايام صعبه جدا. لا، صعب صعب، وانفصالات وطرد من الشغل تعسفي. فاخيرا الميزان بيبتدي يفوق واحده واحده. ليه؟ لان هوائي زيه زي الجوزاء وبرج الدلو كمان. يعني كمية أبراج بتنعكس الزوايا بتاعتها من غير الست شهور الأولانيين مختلفين عن الست شهور. بس أنا سمعت إن برضو الميزان ده من الست شهور الأولانيين ما حصلش حاجة الحقيقة. طب ما ده يعني دي لقطة حلوة. يعني أنت ممكن، بما إن إحنا فاتن وفاتن برج الميزان، الله، ممكن إيه؟ الله يصبرك. تقولي لنا. والله. تصدقي دعوة حلوة على الصبر. الله يصبرك. لا، صبرة، بصي لحد ما اشتكى الصبر. الميزان، الميزان ما فيش حاجة بتكتمل عنده بسهولة. الميزان أكثر الأبراج عرضة للأسحار والليلين. ما فيش حاجة بتكتمل معاه. دايما الناس بتحسده لضحكته، الناس بصاله على كل حاجه بسيطه، ومع ذلك هو عطوف، هو عايز حد يفهم دماغه. الميزان كاركتر من احسن الكاركترات اللي ممكن تتعاملوا معاها، جدع جدا وطيب جدا، بيصرف وشيك، لارج في معاملته، بيتوتي وبيحب البيت بتاعه يبقى كنبه. مفيش احلى من الكنبه. حقيقه. انا كنبه. بس لو مود البيت يشجعك على كده. لو مود البيت مش حلو بتاخدي شنطتك وبتمشي وبدون اي تردد. ايه ده، مش متردد؟ انا اعرف الميزان لسه بفكر، متردد، بس انا بتكلم في نقطه ان لو المود بتاع البيت او المود المكان حلو بيساعدك ان انت تقعدي. انا عايزه تتكلمي على الميزان بشكل عام ولا على فاتن؟ لا لا، يا دلوقتي على فاتن. استاذه فاتن. صح كده؟ انا فاتن كده. حلو ده، يعني عشان سجلي بقى كل الكلام ده. لا بس يعني حظوظك اللي جايه حلوه قوي على فكره، ما شاء الله. الفتره اللي جايه والعلم عند الله قويه جدا 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 فوق ما تتخيلي. ايه بقى؟ بتتقلب الايه. ايه بقى؟ خلينا نسمع بقى. بتتقلب الايه ليكي 180 درجه. حتى الشريك انت هتبتدي تهدي شويه في تعاملاتك معاه، وفي حظوظ ماليه حلوه جايه لك. انت شاطره في الماليات، بس بتصرفي على قد ما في فلوس بتجيلك، على قد ما في صرف. لان انت بتحب الشوبينج جدا جدا. انت عاشقه لتغيير الالوان. الالوان غمقتي شويه، لا انا هجري الاسبوع الجاي افتح. عصبيتك لازم تهدى. طب دي ازاي بقى؟ ده لازم. عارفه ليه؟ انا بحس الطاقات. وعلم الطاقات متشعب. انا اللي يخصني نفسيه الشخص ازاي بتتغير، وبغير مسار طاقه. صدقيني الميزان من الابراج اللي لو هديت
البرج ده هيبقى اذكى واحلى برج في الابراج كلها، لان عملي ذكي طموح. الحياه عنده هي بس مشكلته في العاطفه، بيدي اكتر ما بياخد في العاطفه. ودي مشكلتك. بصي بقى بصي، الكلام جه على هواها قوي. لان لمستي او طرح اساسا. انا اختي ميزان. فاهماها يعني. شفت اللي هو عارف لو ركبت قطر التضحيات تعرف ان المحطه الاخيره. دي حقيقه. بتضحوا جدا جدا لدرجه ان انتوا ممكن بتدوسوا على نفسكم وبتتعبوا علشان تعب اللي حواليكوا، بس اللي حواليكوا ما بيقدركوش، فدايما بتستنوا فعلا العوض من عند ربنا. وفيكوا حاجه، فيكوا كارما وشفافيه غير طبيعي. وده بجد يعني، بتسيبوا حقكم كده عند ربنا. ما بتاخدوش حقكم بالكلام برد الفعل لا، انتوا بتسكتوا، ربنا هيجيبه لنا. وبيجي. بيجي والله. وبيجي. بيجي واحنا شايفينه على فكره. على حياتها. اوعى تعمل فيه حاجه. هو انا تقريبا جيت على وتر جامد جدا. حساس جدا. اوعى تعمل فيها حاجه. شفت قالت لك، قالت لك لو جيت ربنا اللي بيجيب لي حق. الميزان شفافي واحلامكم يتخاف منها. والله؟ يس. الاحلام. احلامهم. عند الميزان الاحلام بتاعتهم غريبه شويه. تحس ان في تواصل روحاني حلو ما بينهم وما بين ربنا. طب انا عايز اسال يعني سؤال في الجزئيه دي، هل فكره فعلا ممكن يكون هو برج مختص بمجموعه من الصفات اللي ممكن تخليه او تصنفه في دايره الناس بشكل معين؟ يعني البرج قادر انه يشكل شخصيه مجموعه من البشر بشكل عام؟ يعني هقول مثلا فاتن ومصطفى واحمد ودول برج الميزان، دول عصبيين ودول ودول ودول، فهجمع الاربع اشخاص او الخمس اشخاص تحت دايره العصبيه مثلا لمجرد ان هم كانوا تحت مظله برج واحد؟ لا. لان هنا يوم الميلاد بيختلف. ساعه الميلاد بتختلف. فهنا انتقلنا لمرحله تانية خالص اسمها الخريطة الفلكية. الخريطة الفلكية بتديني حضرتك رقم يوم الميلاد، مكان الميلاد، ساعة الميلاد بالظبط، بشوف البرج بتاعك شمسي ولا قمري، فمن هنا ببتدي أحدد صفاتك. بلس كمان إن علم الأسماء والحروف بيكون من الشخصية، ودي قصة كبيرة جدا لو قعدنا فيها ممكن نقعد فيها 3 4 10 ايام ورا بعض من غير ما نفصل. اوكي، يعني انت لازم تبقي عارفة اليوم والساعة. ايوه دي خريطة فلكية على طول عشان اطلع لك كمان الكواكب المعاكسة ليكي. اوكي. كنت في الاول قبل ما ادرسها بتعمق بناقدها. انا باحثة. والباحث ملوش وقت بيقف فيه، فبقعد اسرش، اقعد اشوف اشوف العلماء، اشوف ما قبل ده قال ايه وده، طب وصلنا لمرحله ايه. علم الفلك عموما هو حرفيا علم لا ينتهي، وتغيراته واحداثياته وزواياه كتير. يعني مثلا هديك مثال، في ناس اختلفت على كوكب جوبيتر اللي هو المشتري، في ناس قالت لك ان لا، اول ما هيدخل برج الجوزاء بينتحس، يعني بيعمل نحس البرج الجوزاء اول ما بيدخل في زاويه معينه. ثلاث ارباع العلماء وثلاث ارباع خبراء المشهد الفلكي حقيقي قال لك لا، ما فيش الكلام ده. فانت هنا لما بتيجي تقرا لشخص التكوين بتاعه او دنيته او صفاته او طباعه ممكن نديها كعام، ولكن الصح انا عايزه يوم ميلادك اليوم بالشهر بالسنه زائد المكان اللي اتولدت فيه. وبنبتدي بقى نعمل خريطه من يوم ما اتولدت لحد الدقيقه اللي احنا قاعدين فيها، بشوف لك مسار الكواكب بتاعتك كانت ماشيه ازاي، الدنيا بتاعتك بقى ايه، الكواكب اللي معاكس اللي معاكساك، قصه كبيره جدا. تقدري تعرفي حاجات عني من خلال الخريطه الفلكيه ومن خلال ككواكب كمشهد فلكي علمي ده، لان انا برضو مختصه بتارو. فالتارو لا، الترو مادة روحانية مش بتدرس، وأنا مسؤولة عن كلامي وبقولها بكل برامج عشان ما نشيلش ذنب الناس اللي لسه بيفهموا أو بيتعلموا. الترو مادة بتتصل بروحك. أوكي. ومش أي حد اللي بيمسكها. يعني فكرة الترو للناس اللي ما تعرفش الترو هو يمكن مجموعة من الأوراق، كل ورقة كروت. ليها شكل، مجموعة من الكروت. في كروت من العصر القديم، فأشكالها بتخوف جدا ومرعبة. لو حضرتك مش دارسها او مش متعلمها عن طريق ناس مثقفه، ناس فاهمه، هو حضرتك بتفتح بوابات لاشياء كتير جدا جدا خطر.
ودي لو اتقابلنا في حلقة دي بقى أنا هنفرد لها. خلينا علشان احنا معانا يعني كتير عايزين يعرفوا. فهمي 13/7 23/7 برج الأسد. الأسد نقول له مبروك مبروك حرفيا مبروك يا لان برج الاسد بالنسبه لي الرقم 5 من الابراج، لان لو جينا قلناهم على التوالي الجوزاء والميزان والدلو والحمل والاسد. الاسد بينطلق انطلاقه مهنيه كبيره، بيتقابل مع ناس من مناصب عاليه بتخلص له او بتفتح له ابواب كتير. ابشر. فبرج الاسد حلو جدا، بلس كمان ان هو عنده رقم 7. رقم 7 من الارقام الحلوه. حظها حلو، حتى لما بنشوفها قدامنا كده باي لك بنقول الله. الاسبوع 7 ايام، السماء عندنا 7 سماوات. فرقم 7 طاقته حلوه. فيا استاذ فهمي يعني ابشر يا فهمي، ابشر جدا جدا جدا، وان شاء الله هتفتكرني بالخير وهتقول بنتي دي قالت لي كده. حظوظه الماليه حلوه، بس يهدى شويه في خلافات العائله. اهدى اهدى في البيت يا فهمي، وبالذات اخر 10 ايام من شهر 6. اخر 10 ايام من شهر 6. انا عايز اعرف 6/10. ما هو ايه 6/10 الميزان؟ نفس ال لا الميزان ده 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 هو التوب. يعني بعد 6 تحديدا، عشان انا 6 اكتوبر. بصي رقم 6 انت 6 اكتوبر ايه؟ رجعنا في كلامنا ولا ايه؟ لا والله جامد جدا. لا لا حلو، بس اهدي في العواطف شويه أرجوك، يعني بعد إذنك ما تديش غير اللي يستاهلك حقيقي. أنت كده تعتبري العشرية الثانية، فأنت وسط، أنت شخصية وسطية وحيادية جدا، وبتبعدي عن أي خلافات ممكن حد يأولك. قيل وقال أنت في الفترة دي عايزة تعيشي في سلام، هدوء جدا، شوية هدوء جدا. وطاقة عينيكي مريحة، انت طاقة عينيكي مريحة ومش بجامل حقيقي. العقرب ملوش نصيب من القصة. هناخد العقرب. لا العقرب بقى اخيرا شوية بيبتدي ستاب باي ستاب يفوق. انت الشهر اللي فات كان ضغوط مالية جامدة جدا، كان تحديات. العقرب واحدة واحدة، وكمان لما الشمس يوم 20/6 هتنتقل اخيرا لبرج السرطان، عيش وافرح بقى. 20/6 الايام بتجري صدقني، ومش هنحس بيها. حلول ماليه كبيره جدا، مكاسب في قضايا، قضايا مواريث، قضايا اللي هي الورث، قضايا استحقاقيه، ترقيات شغل. انت عندك ترقيات شغل، وفي فرص بتتعرض وهتتعرض. شفت بقى؟ وخلينا فاكرين. ابشر 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 يا طيب، ابشر يا طيب. خلينا فاكرين الكرسي ده وقعدتنا على الكرسي ده. يمكن الكلام يطول في هذا الامر. بس احنا عايزين وفاه تبقى موجوده معانا على طول باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكرك جدا ونشوفك دايما على خير. وفاء حامد المعروفه بسفيره القلوب، الباحثه في علم الطاقه والمشهد الفلكي. شكرا ليكي. خلينا نروح لفاصل ونشوف موجز الرياضه ونرجع نكمل تاني.